السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه محمد الخضر الكرام دمتم بالف خير وصحه وعافيه مع فيديو جديد النهارده ان شاء الله ومهم في القناه على الخبر الجديد اللي احنا شفناه قدامنا ده تنسيق الجامعات بدء تسجيل الرغبات لاختبار القدرات 25 يوليو تعالوا نعرف النهارده في الفيديو يعني ايه اختبار القدرات ويعني ايه ولازم ادي اختبار قدرات وهل ينفع اخش الكليه او الجامعه دي من غير ما اعمل اختبار قدرات ليها طبعا هنعرف كل الكلام ده في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله فتابعونا عشان تعرف تقدم في الكليات باذن الله في التنسيق تمام يا ريت لو لسه مش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل كل جديد ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا اول خبر نزل لسه نزل النهارده تنسيق الجامعات بدء تنسيق تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات 25 يوليو خلصنا خلصنا امتحانات الثانويه العامه وبدانا نجهز ان شاء الله مكتب التنسيق بدا يجهز عشان يفتح ويستقبل طلاب التنسيق ان شاء الله بمختلف اشكاله سواء ثانويه عامه او دبلومات فنيه بكل الانواع تمام فاحنا هنعمل حاجه اسمها اختبار قدرات القدرات دي في كليات تعمل لها امتحان الاول زي امتحان قبول كده عشان تشوف انت مجهز للكليات دي وبالذات الكليات الفنيه لان في كليات عايزه محتاجه مننا امتحانات قدرات عشان نكون عارفين احنا شغالين ازاي او داخلين فيها ايه ازاي. اهو اكدت وزاره التعليم العالي انه لطلاب شهاده الثانويه العامه العام ده في ضوء الجدول الزمني لاعمال مكتب التنسيق والمعاهد لهذا العام بدء تنسيق اعماله عقب انتهاء الثانويه العامه طبعا وخلاص خلصت طبعا وذلك طبعا بتنظيم اختبارات قدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات واللي بيشترط طبعا القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك في ضوء الجدول الزمني تحل أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد طبعا مكتب التنسيق لسه ما فتحش تمام هو قالوا ان هيفتح عش... اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله الميعاد امتى؟ قال لك ان شاء الله واوضحت وزاره التعليم العالي انه تيسيرا على ابنائنا وفي اطار منظومه الحكومه الالكترونيه وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدوله بجميع اجهزتها قامت وزاره التعليم العالي باتاحه الفرصه امام ابنائنا لتسجيل رغبات اختبار القدرات الكترونيا على موقع التسجيل الالكتروني على شبكه المعلومات الانترنت امتى؟ 25 يوم الاثنين الجاي ان شاء الله 25 7 20 22, 22 لحد السبت الموافق 6 8 20 22 تمام الموقع الالكتروني ده هو لسه ما فتحش اهو ده لسه ما فتحش الموقع الالكتروني وهحط لك طبعا الرابط تحت في صندوق الوصف اللي هو التنسيق لكن ان شاء الله باذن الله هيفتح معانا يوم الاثنين ويبدا معانا التنسيق نيجي بقى للكليات اللي لها اختبارات قدرات كليات الاعلام في كل الجامعات كليات الفنون الجميله فنون وعماره كلية الفنون التطبيقية بجامعة بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف اربع اقسام فنون يعني كليات تطبيقيه فنون تطبيقيه موجودين على مستوى الجمهوريه نركز معانا في اثنين وثلاثه دول بيشترك معانا برضو معاهم الدبلومات الفنيه بس مش معاهم مش الوقت خلاص كليه التربيه الموسيقيه طبعا بالزمالك جامعه حلوان كليه التربيه الفنيه بالزمالك جامعه حلوان كليه التربيه الفنيه جامعه المنيا شعبتي التربيه الفنيه بكليتي التربيه بالاسماعيليه وجامعه قناه السويس وكليه التربيه بالسويس جامعه السويس تمام شعبتي التربيه تمام التربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه بكليه التربيه النوعيه وشعبه المسرح التربوي بكليه التربيه النوعيه جامعه المنصوره وفروعها ميت غمر ومنية النصر كليات التربيه الرياضيه على مستوى الجامعات كلها كليه التربيه بالاسماعيليه شعبه التربيه الموسيقيه جامعه قناه السويس كليات التمريض لها كليه التمريض والمعاهد الفنيه للتمريض كلها لها اختبارات قدرات خلاص وداخل معانا على فكره كليات النوعيه يعني قال اي كليه نوعيه هتلاقيها موجوده في مستوى الكليه عموما هتلاقي مطلوب منك اختبار قدرات مش كل بقى الاقسام النوعية لا الاقسام دايما الفنية والموسيقية نركز معايا في الفنية والموسيقية خلاص دول دايما بنخت... بنحتاج لهم اختبارات إيه قدرات خلاص طيب نيجي بقى لكليات 12 كليات التعليم والت... والتكنولوجيا والصناعي بجامعة ايه؟ كليات التكنولوجيا الجديدة دي حلوان السويس بني سويف سوهاج كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي دول برضو محتاجين اختبار قدرات وبيشترك مع الثانوية العامة برضو دبلومات الفنية الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة بني سويف التكنولوجية جامعة التكتوبر التكنولوجية جامعة برج العرب التكنولوجيا جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة الطب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية. جامعة مصر الدولية التكنولوجية تشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم ديمو. والكلية التكنولوجية الألمانية بأسيوط. تمام دول اللي مفروض نعمل فيهم اختبار ايه قدرات نيجي بقى لوزارة واحده طبعا تسجيل على الموقع زي ما احنا شايفين وقلنا عليه الموقع اهو هسيبه تحت في صندوق الوصف بس الموقع طبعا لسه ما فتحش هيفتح ان شاء الله باذن الله معانا من يوم الاثنين خطوات التسجيل بقى ازاي لاختبار القدرات هتدخل على موقع التنسيق الالكتروني الموضح طبعا زي ما احنا قلنا عليه هتقوم بعمليه تسجيل لاداء اختبارات القدرات يعني يقول لك اختبار القدرات هتدخل الرقم القومي بتاعك ورقم الجلوس تظهر طبعا بيانات الشخصية هيظهر قدامك رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة اللي درس فيها سواء علمي علوم أو هن... رياضة أو شعبة أدبية طبعا الطالب هيتأكد من صحة البيانات كلها طبعا البيانات هتظهر قدامك طبعا مفيش درجة أنت لسه ما خدتش درجات ولكن أنت بياناتك كلها تظهر قدامك البيانات اللي أنت دخلت بها الامتحانات تمام تظهر للطالب طبعا قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات تمام؟ وكذلك المواعيد المحددة للطالب هتظهر قدامك على طول هيقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد طبعا يتجه به إلى الكلية مع العلم بان قدرات كليه التربيه الرياضيه تستمر لثلاث ايام تمام تربيه رياضيه عشان فيها تدريبات رياضيه وتمارين بيكون فيها ثلاث ايام لكن الكليات العاديه بيكون الاختبار في نفس اليوم او يوم واحد بعد ما خلص ده التسجيل بقى هتطبع الايصال مهم جدا الايصال ده لان هتخش بيه الكليه اللي بتعمل فيها اختبار القدرات هتطبع الايصال يشمل طبعا انواع القدرات اللي انت اخترتها ابدا الرغبه في ادائها والمواعيد واماكن اختبار القدرات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الالكتروني طبعا تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة تلتزم الكليات طبعا بإرسال وإدخال نتائج الاختبارات مباشرة على الصفحة الرسمية بتاعتها أو صفحتها كمان موقع التنسيق عشان لما أخش أعرف أنا سجلت إمتى بالتأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب يتم طبعا تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب اللي اجتازوا الاختبارات يتم الترشيح لها بناء على الكليات المسؤولة مسؤولية كاملة النتائج دي تمام على موقع التنسيق هيظهر ان شاء الله بتجرى الامتحانات بقى في المواعيد المقرره كل كليه تحدد ميعاد الامتحان بتاعها ماشي على ولا يسمح للطالب الراسب فيها باداء اختبارات قدرات مره اخرى سواء بنفس الكليه او بكليه اخرى ولن يعني مثلا انا اخترت تربيه فنيه ما ينفعش أم تربيه فنيه قدرات اروح تربيه فنيه ثانيه لا لكن ممكن اعمل قدرات في حته ثانيه طبعا تمنحك كليه الامتحان القدرات حرصا على الشفافيه في أبناء الطلاب ايه الاوراق المطلوبه عشان اقدم رقم جلوسك تمام ومن الثانويه العامه وصوره منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب الطالب ادائها ممكن اعمل اكتر من اختبار قدرات خلاص تمام عدد واحد طبعا صوره شخصيه لكل اختبار من الاختبارات على اختبار القدرات التربية الرياضية ولطلاب اثنين صورة شخصية للراغبين ملحوظة نركز كويس المرحلة دي قاصرة على الطلاب الثانوية العامة فقط وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبار القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعداد المعادلة العربية ودبلوم المعاهد الصناعية الفنية والدراسة والمعاهد الفنية الصناعية ثلاث سنين طبعا لسه هنحدد لهم وخمس سنين هنحدد لهم معاد سابق آخر حاجة الفلوس كام أو اللي هدفعها كام للاختبار القدرات 450 جنيه المبلغ 450 50 جنيه تمام في بعض اختبارات او في بعض المهام شويه اللي هنقول عليها او بعض الحاجات اللي المفروض تراعيها وانت رايح تختبر ان شاء الله بتاعك بتاع الكرارات. لازم تراعي الشروط تمام الشروط المتعارف عليها يمنع من تماما دخول اللي كان بالهواتف الذكيه او اجهزه الالكترونيه في حال ضبط طالب هتكون طبعا الاجهزه يكون غير لائق موقف غير لائق وهيتاخد منه يجب ان يلتزم الطالب بالاجراءات الوقائيه لفيروس كورونا قفازات كحول كمامه تباعد اجتماعي وارتداء كمامه وقفازات من اختبار المقابله الشخصيه. يفضل الحضور قبل موعد الاختبار بنحو ساعه على الاقل، لا يسمح لاولياء الامور بدخول الكليات يوم الاختبار طبعا. يمنع تماما التصوير في الاختبارات القدرات ولو ضبط الطالب هيبقى فيه مشكله ان شاء الله باذن الله. والقواعد طبعا لازم تكون قواعد اداء الاختبارات الطلاب هي نفسها قواعد الاختبار المعمول بها في كل الجامعات ايه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله تمام. اخيرا. تمام؟ إن شاء الله النتيجة هتظهر في الأسبوع الأول من شهر 8، هنا المع هيقفل الموقع إمتى؟ هيقفل الموقع إن شاء الله 6/8. ممكن أنت مش عارف درجتك كام؟ ممكن تأخر شوية للالتحاق أو تسجل على الموقع لحد ما تشوف درجتك هتبقى كام، عشان ما تروحش عليك، يعني مثلا أنا عايز فنون تطبيقية، قدمت في فنون تطبيقية، مجموعي ما في فنون تطبيقية، راحت عليا 450 جنيه على طول. خلاص لكن انت مثلا ممكن تاخر نفسك شويه بس ما تاخرش نفسك خالص لان كده هيضيع منك الميعاد ان شاء الله باذن الله. خلاص تمام ده كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله باذن الله ولو عايز اي حاجه منك تبقى في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله باذن الله ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا ويا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد مننا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.